احنا رغم الحصار ورغم سوء التغذية وفي اول شهر رمضان ورغم المجاعة في شمال غزة اطفالنا مش لاقيين حتى الان ياكلوا لا اكل ولا شرب ولا مي ولا طحين. جميع الاطفال هذول بحاجة الى تغذية ولا دعم مالي ودعم انساني. فمن ناشد جميع الدول العربية وجميع كل الدمار الحية الرؤساء المسائل ايا كان له ضمير انساني يراعي مشاعر الأطفال من حيث الجوع من حيث المجاعة اللي بتمر وإحنا مش لاقين حاجة ناكلها. Hadi sen de. 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 H